الحمد لله الحمد لله، ما حد صاب شيء، لأنه رب العالمين هي إرادته رب العالمين. الشي بيكتب ما حدا يموت، الكاتب له يموت، أخواتي كتب لهم 3 ماتوا الله يرحمهم، تقبل المشاهدة. آمين. أختي كان معي، قلت لها تعب ركي جنبي، ما بركت، ما ردت على كلامي، لأنه رب العالمين كاتب لها تموت، كاتب لها تروح الجنة. هيك اخوي هذيك المرة الشيطان قالت له ما تجي عنا، ما تجي عندي، واخوي الحمد لله ما صاب شيء. ايه بيت جدي والله ما راحي. انت ايش صابك؟ ما عاد انفتح هيك كل راسي واسعفوني. ايه ما ماتت طيب؟ هيا انه رب العالمين رولاتو، رب العالمين ايش بيكتب؟ اللي بده يموت واللي بده يعيش، هاي إرادة الواحد أحد، الواحد الأحد. ايه الواحد مثلا هيك كافر ما بصلي، العشاء والمغرب ما بصلي، يكفر مثلا. يا لطيف، استغفر الله العظيم، ضلبي هيك ما عليه إلا الكفر. يا لطيف، اكتب له يموت، فوت على النار. واحد دين مثلا كتب له يموت، وين اللي يطير على الجنة؟ ما ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. نحن هون صامدون، يعني صامدون الى الابد هون ان شاء الله. حلب انه